الساجدة الحمراء بوصلت بمناسبة هوليوود فيلم فيستيفال أوردز الذي أصبح تقليدا سينمائيا منذ 16 عاما. هذا العام يكافأ بن أفلاك بفضل فيلمه أرجو. Fade in on a starship landing, an exotic Middle Eastern vibe. Women gather offering ecstatic libations to the sky gods. Argo, science fantasy adventure. الفيلم هو وسيلة اتصال بالنسبة للمخرج، ليس من السهل فهم ذلك، لأنكم ترون ملصقات الفيلم مع اسم الممثلين وتقولون إنه فيلمهم، لكنهم في الواقع لا يتحكمون في مجرياته لأن المخرج هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك. كما تم تكريم ماريون كوتيار لدورها في فيلم العظام والصدأ للمخرج الفرنسي جاك أوديار. ألو، سي ستيفاني. On va se baigner. Tu te rends compte de ce que tu dis? نحن متحمسون جدا، إنه لا شيء عظيم أن نقدم فيلمنا خارج وطننا، لقد نال الإعجاب، لذلك نحن سعداء للغاية. روبرت دينيرو وبرادلي كوبر حصل على جائزة لدورهما المميز في فيلم العلاج بالسعادة. الأسرة والأصدقاء هي أشعة الشمس التي تدلك على طريق السعادة بغض النظر عن الاختبارات التي يمر بها الإنسان ليكون سعيدا في حياته. ريتشارد جير حصل على جائزة لمجمل أعماله الفنية. أنا أشعر أن هذا بمثابة الوباء، لقد فزت بهذه الجائزة في زوريخ وسان سيباستيان قبل بضع سنوات، وأعتقد أنني أصبحت عجوزا حقا، وأن الناس يقولون الأمر انتهى بالنسبة إليه، لكن هذا ليس صحيحا. في فيلم التحكيم قدم ريتشارد جير دور رجل يمر بصعوبات عديدة في حياته بعد فقدان ثروته. Why sell our company? We make a great return. How much money do we need?